سي يوسف، اليوم اول يوم في شهر من شهر الرحمه. ان شاء الله شهر الرحمه، ان شاء الله يا رب الغفران، ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يا رب يدخل علينا بخير، ان شاء الله نخلصوا بخير، ان شاء الله كاع المسلمين كاع العرب كاع، ونتمنوا ان شاء الله يا ربي خضاره باذن الله، ان شاء الله ينطلبوا لهم باللي شويه خفوا على المساكين، والحيه الوضعيه تاعهم راها شويه راها كاع سي كاع في بلاصتها. محمد شاك بي البطاطا خويا 4000 ونص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يوسف لاباس؟ لاباس اخويا. الخضرة اليوم راه مليحة؟ لا راه مليحة. طوماطيس؟ طوماطيس راه انا نقول 10 10 لا فلفلة. فلفلة 15. واللوبيا؟ اللوبيا 20. السلاطة؟ السلاطة راها 10 الاف. 10 الاف 10. والبطاطا؟ البطاطا الدار البطاطا مولات الدار. البطاطا راها مليحة راها 4000. 4000 هي مليحة مليحة مليحة. طوماطيس ثاني راها 8 راها. يا يوسف شوية شوية. هذا مع الخضارة. لا لا هضر. والله. حاج يوسف كرا داير عندك السوق هنا؟ كرا عندك الضاعة راه مليحة؟ لا مليحة الحمد لله على السعادة. وراك تلتزم بالقوانين تاع نيشان؟ وقتي هو وقتي. لا ومع مع الزبائن يعني؟ مع الزبائن نيشان هما في التساوى، حنا رانا في التساوى رانا نتعاملوا معاهم. واه الحية راها. وراك دير الدراهم في جافيل وتعاود؟ واه نيشان في جافيل نعاود نردهم قوانين وكل شيء. رانا نقصلوها جافيل هذا القران وكل شيء وضعيه يعني راه عندنا الحمد لله يا ربي رانا ملتزمين بالقانون نيشان جافيل نقود برودفي كل شيء الشعب راهم كل واحد يشري لنا ولا قرا